الحمد لله، الحمد لله على نعمائه، والشكر له على ما أولانا به من النعم الجزيلة وجميل ما أسبغه علينا سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمد رسول الله صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، هكذا ضيق وشفاف وقصير ومسترجل ملابس المسترجلات يتشبهن بالرجال، بل وبملابس الكفار، وصارت الصغيرات يلبسن أشكالا فاضحة وينشأن عليها حتى تبلغ بها، ثم هيهات أن تعودها على الحشمة. وكعوب عالية تبرز المرأة وتكاد تسقط منها وهي تمشي كالأرجوز في هذه المشية، مشية التبختر التي ينشئها الكعب العالي، غير ما يؤثر في عمودها الفقري من الآلام بعد ذلك وفي مفاصل قدميها. إبراز، هكذا يريد الشيطان إبراز إظهار المرأة. عباد الله، إننا والله لنأسف حقا لما أصابنا، إن لبس ملابس الكفار والتشبه بهم فيما هو من خصائصهم وعلاماتهم الذي يراها أو يراه يظنه غير مسلم، ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والذين يتبخترون بها: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. والذي يلبس لباس شهرة لافت للنظر ليرفع الناس إليه أبصارهم، الذي يلبسه مخالفا لزي من حوله، غريب، يلبس لباسا عجيبا غريبا لكي يعرف به، يريد الشهرة، ما هو عقابه؟ اسمع يا عبد الله. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. ثوب الشهرة، ثوب الشهرة وسيارة الشهرة والدراجة النارية للشهرة وشكل الشهرة، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة، عكس ما أراد، أراد أن يظهر على الناس فيذله الله يوم القيامة، ثم يلهب فيه نارا، فهو عقوبة نفسية ثوب مذلة، وعقوبة جسدية ثم ألهب فيه نارا. قال الشوكاني: والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ضابطه: وهو المترفع الخارج عن العادة والمتخفض الخارج عن العادة. والناس اليوم فتنوا بمخالفة العادات، فتنوا بالشذوذ، أن يكون شاذا في شكله، شاذا في مظهره، شاذا في شكل شعره، شاذا في ثيابه، شاذا في حذائه، حتى لو استطاع أن يلبس جوربا كل فرد بلون ليصبح شاذا لفعل. هذا عصر الشذوذ. إذن هذا من ضوابط ثياب الشهرة، الشذوذ. وأما لباس التصاليب فقالت عائشة رضي الله عنها: إنا لا نلبس الثياب التي فيها تصليب، وأما صور ذوات الأرواح فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا أن لا يدع صورة إلا طمسها.
ولما دخل بيته ورأى الستار فيه صورة من ذوات الأرواح خرج وغضب. قالت عائشة: يا رسول الله، أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ فبين لها عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز اتخاذ ما فيه الروح، فقطعته مزقته، غيرت ملامحه. وهكذا إذا كانت الصورة في قماش فإن كانت ملصقة قلعها، وإن أو قلع رأسها الصورة الرأس، وإن كانت مرسومة باللون طمسها أو وضع عليها رقعة، المهم أن تزول معالم الصورة. أما الإسبال فإنه محرم واضح، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. حتى عند النساء، سألت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ترخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: ترخينه ذراعا. لا تزدن عليه. هذا لما قال إن الإزر من منتصف الساق، فإذا جعلته ذراعا فيكون على الأرض وراءها بنحو شبر، لكي إذا هبت الريح لا تنكشف القدم. أما مترين في العرس وأكثر يحمله ثلاثة وراءها فهو ولا شك خيلاء ومحرم.